هلا بتشينكوي تيري مقبولين لانه هون بيعملوا الشارم او رونق المدينه جميله جدا، بس نشر الغسيل والبرادي اللي كل وحده لون والتشويه التنظيم المدني شغله كثير بشعه، خاصه ببلدان مثل لبنان مثلا وين كل واحد بحط بردية لون، نشر الغسيل ما عنده اي ليميتيشن، ما عنده اي حدود، بتصير مشوهه الاحياء ومشوهه هاللاندسكيب الجميله. بلدنا ما بيشكي اي شيء ليكون بجمال هون، ويكون في عنا منطقه وحده في عندها هذا المود والمطلوب اصلا وتركينا معتقه وقديمه تيجوا الاف السواح يتفرجوا عليها. هذا كان مش مسموح بحالتنا اليوم. عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة، وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.